السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما طلعت هاي السيارة صار يحكوا أنه هذا الجيب الصيني يشبه الجيب الأمريكي، رغم أنه شركة بايك عندها عقد تعاون مع جيب الأمريكية عام 1983، وأيضاً بايك عام 1958 بدأت بتصنيع المركبات العسكرية وكان تصميمها نفس السيارة اللي معانا لليوم. فمين يقلد مين ومين الأساس؟ حسيت حالي شاعر وبغني أغنية ما بعرف ليش. على كل حال الجيب أسطورة ولها عشاقها ولها ناسها ولها كلبات تبعها أو الجروبات تبع السيارات، وهاي السيارة داخل الآن بموديل جديد حابة تنافس. فما قصة هذه الشركة الصينية بايك اللي تعتبر سادس أكبر صانع سيارات في الصين؟ مبيعاته السنة الماضية عام 2021 تجاوزت 1,700,000 سيارة. فناخذ فاصل تاريخي نتعرف على تاريخ هاي الشركة، وركزوا كثير منيح بأسماء الشركات العالمية اللي عندها عقود مع الصانع الصيني بايك، ثم نتكلم أكثر عن السيارة. صنعت بايك عام 1958 سيارة السيدان الأولى في الصين، وهو نفس العام الذي شهد تأسيسها. وفي عام 1961 طورت بايك أول مركبة خفيفة مخصصة للسير على الطرق الوعرة في الصين، ولاقت هذه السيارة نجاحاً كبيراً وسيطرت على سوق السيارات الصيني لثلاثة عقود. كما أنتجت الشركة أولى مركباتها من فئة الشاحنات الخفيفة عام 1966، وأصبحت أكبر مصنع للشاحنات الخفيفة في الصين في أقل من 10 سنوات. وفي الثمانينيات دخلت بايك في علاقة شراكة مع علامة جيب التجارية، وهو ما مثل أول علاقة تعاون بين شركة سيارات صينية وشركة أجنبية. كما وأطلقت بايك علامة فوتونا التجارية عام 1996، وهي العلامة التجارية المختصة في تصميم وصناعة الشاحنات والحافلات وسيارات الدفع الرباعي المرتفعة SUV. كما تعاونت بايك مع شركة هونداي عام 2002 وأطلقوا شركة بيجين هونداي، والتي تتجاوز مبيعاتها 1,000,000 سيارة سنوياً. وفي عام 2005 دخلت الشركة الصينية في مشروع مشترك مع مرسيدس بنز لإنشاء أكبر قاعدة لتصنيع سيارات مرسيدس في العالم تحت اسم شركة بيجين بنز أوتوموتيف. وضمن سعيها لمواكبة المقاييس العالمية المعتمدة في عالم السيارات، قامت بايك بشراءة علامة ساب التجارية في عام 2009، وفي عام 2012 أنشأت علامة سينوفا. وتم تصنيف بايك عام 2013 ضمن قائمة فورتشن جلوبال لأكبر 500 شركة في العالم، وهو نفس العام الذي أطلقت فيه بايك سيارتها الكهربائية الأولى. وفي عام 2017 أصبحت بايك تحتل المركز 137 على هذه القائمة. وفيما احتفلت بذكرى تأسيسها 60 عام 2018، تعتبر بايك اليوم سادس أكبر شركة سيارات صينية بحجم مبيعات تجاوز 1,700,000 سيارة في عام 2021. وبعد أن تعرفنا على تاريخ هذه الشركة والعلاقات التي أجرتها مع الشركات العالمية، نعود بكم إلى كريم. صار عندكم شوية معلومات عن خبرة هاي الشركة اللي استمدتها من تعاوناتها الكبيرة مع عمالقة في صناع السيارات. فحنشوف اليوم أجزاء كثيرة من هاي السيارة ونحكي من أين استمدتها. تمام؟ خبرة بايك مو قليلة. تعالوا نتعرف إن شاء الله على ميزات وعيوب بايك BJ40L. لو فكرنا تصميم السيارة الخارج بيشبه هاي السيارة، رانجلر؟ نعم. هومر اتش 3 اللي توقفت؟ نعم من ناحية الشبك. لاند روفر ديفندر؟ نعم من ناحية الإضاءة. حتى فيها لمسات من الجي كلاس؟ أكيد نعم، ما هو في تعاون مع مرسيدس. فالسيارة عبارة عن خلطة من هاي السيارات لترضي هالأذواق اللي بتحب السيارات، ولكن بسعر أرخص نوعا ما. نتكلم أكثر عن السيارة. إضاءة السيارة LED، كشافات السيارة أيضاً LED. السيارة تتوفر بثلاثة فئات، الفئة القياسية بريمير، الفئة الثانية فلاكشيب اللي معانا لليوم، وفي فئة أعلى منها اسمها تشامبيون. فئة التشامبيون شو بتختلف عن فلاكشيب؟ أمور بسيطة جداً.
موضوع ديفلوك سوي بار قابل للتعديل وترفيعه 1 انش. فالعشاق الصخور نسخة الشامبيون أفضل بكثير. أما هاي خلوكم معنا حنشوف شو حنسوي فيها اليوم في البر. بصمة البايك شبك الكروم، صراحة الكروم كثير جدا جاي دمج مع اللون الأسود. في نسخ سوتها الوكالة بيكون هذه اللمسات من الأسود المت أو المطفي، صراحة أجمل بكثير من اللي معنا لليوم. والسيارة لها كثير من الإكسسوارات من ناحية صدامات أمامية خلفية، تصفيحة، ترفيع، سسبنشن، جنوط، بيدلوك بدون بيدلوك، عندك كثير من الإكسسوارات صار يوفرها الوكيل محليا. ولو ركزنا اكثر حنشوف على الزجاج الامامي في كاميرا. هاي الكاميرا شو وظيفتها؟ في هون عندك على الجنب مكان تحط فيه ميموري صغير عشان تسجل رحلتك، يعني ما في داعي تحط جوبرو ولا غير ذلك، فيك تسجل تسجيل مباشر من خلال الشاشه. عندك شيء اسمه دي في ار، من هذا المكان انت فيك تسجل، شايفين حاليا شغاله، فيك حتى تفعل المايك او تعمل اخفاء لصوت المايك، فيك تسرع تقدم وكل شيء. الاطارات والجنوط، جنوط مقاس 17 انش، اطارات مقاس 265 65، سياره مرفعه وفيك ترفعها اكثر مثل ما خبرتكم. ونسخه الشامبيون بتكون ارفع بمقدار 1 انش. ايضا نفس فكره الرانجلر وعديد من السيارات، الابواب قابله للازاله، عندك مرايا قابله للتحكم فيها كهربائيا، وهي الدواسات مع لمسات الالمنيوم شبيهه بسيارات المرسيدس بكل صراحه. بصمه البي جي 40، ومثل ما تشوفوا طريقه فك الابواب واضحه جدا نفس مبدا الرانجلر، وحتى مقابض الابواب هيفي ديوتي. شوف عمود الرابر كيف حول اطار الابواب بشكل عام عشان يحاول يعطوك افضل عزل جوا السياره. ومشكله اي سياره هارتوب او سقفها قابل للازاله بيكون الازعاج جوا السياره على الطرقات، فشو سويت بايك عشان تحاول قدر الامكان تحسن موضوع العزل؟ هذا السقف عم تشوفوا لونه مثل رصاصي فاتح، هذا عباره عن 3 طبقات من القماش والاسفنج عشان قدر الامكان يحاولوا يحسنوا من العزل. فبعد هذا التعديل هو 3 طبقات، كيف العزل؟ الآن على سرعة 100، بكل صراحة وفقت بايك بقرار وضع طبقات العزل على السقف، فالسيارة صراحة عزلها نعم أفضل من الجيب رانجلر بكل صراحة. مثل ما بتشوفوا فك الأبواب عن طريق هاي البراغي وهاي الوصلة، ولكن لاحظت شيء أن أزرار التحكم بالنوافذ موجودة على الباب، على عكس البرونكو والرانجلر وغير ذلك تكون الأزرار موجودة بالكونسول عشان في حال فكيت الباب أمورك تكون أسهل. فمو عارف كيف حتكون حلها في حال فكينا هاي الابواب، لانه السياره ايضا بتوفر لها ابواب هاف دور كخيار واكسسوارات. كريم حلو. ممكن يحكوا لك انه انت فك الابواب فما في داعي للشاويه. لك كهربتها. واكيد البي جي 40 السقف قابل للازاله، القطعه الاماميه سهله الفك والتركيب مثل ما بتشوفوا امامكم بالصور، اما القطعه الخلفيه بصراحه صعب فكها وتركيبها، بتحتاج الى بعض المعدات وايضا مكان تخزينها حيكون مزعج نوعا ما، وين تحط الاغراض لازم يكون عندك مكان في بيتك او في شركتك. سيارة من الخلف جميلة، ولكن في شيء مو عارف شو تفسيره، ليش هون اللمسات كلها كروم الا اسم بي جي 40L بالذهبي؟ صراحة خيار غير موفق، اتمنى يتم معالجته، ولكن على كل حال معظم الوكلاء مثل وكيل الاماراتي الموجود عامل نسخه بلاك اديشن بيسوي لك اياها كلها لون اسود هاي اللمسات، فحتكون اجمل بكل صراحه من هاللونين مع بعض. على كل حال نفس مبدا الرانجلر، عندك الاطار السبير او الاطار احتياطي معلق، عندك انت كاميرا موجوده بالاسفل لكاميرا الرجوع للخلف، وعندك بالاعلى في كاميرا هاي بديله عن المرايا الوسطيه متصله مع هذه المرايا الوسطيه، في حال انت كان عندك اغراض كثير مو شايف بالخلف تضغط على هذا الزر بتشغل المرايا الموجوده بالخلف. عندك ضوء البريك والكشافات الخلفيه، وعندك ايضا مشابك للقلص اللون الاحمر، حساسات موجوده على السياره بكل مكان، ارتفاع السياره بكل صراحه ممتاز. والباب الخلفي بيفتح على قطعتين، القطعه الموجوده بالاسفل وزنه ثقيل ما شاء الله، والزجاج الخلفي ايضا على نفس مبدا المنافسين، وعندك حجم حموله ممتاز جدا بكل صراحه. وبنسخه الشامبيون بيجي عندك قطعه بتكون فيه بوكسات عشان التخزين، ممكن تشيلها ممكن تخليها، الموضوع كيفك. شو الاخبار؟ تعرفوا انه هذا الجلد على الابواب هو جلد نابا نفس المستخدم بسيارات مرسيدس؟ نعم نعلم. يا الله بسم الله، عشان هيك بتشوفوا حتى التطريز شبيه بسيارات مرسيدس. شكرا بايك انه في تكييف خلفي موجود بالسياره مع وجود بلاك كهرباء، فيشه كهرباء 210 فولت او 150 واط، ايضا اضافه جميله بالسياره. مقاعد السيارة فيها ايزوفيكس عشان تثبيت مقاعد الاطفال، وايضا قابلة للامالة، شوفوا كيف؟ يعني فينا نسكرها اوكي او
يعني فيني اعمل اكثر من درجه، فيني ارجعها لورا شايفين، او هيك او هيك، يعني حسب انت كيف تحب تريح. ارجعها بهالطريقه، اذا ما عندي اغراض كثير فيني اريح. السياره عباره عن رول كيج نفس مبدا الرانجلر ايضا، عشان السقف قابل للازاله. حتسالوني كريم ما ذكرت الان ولا عيب بالسياره غير موضوع تعليقك على لون اسم السياره البي جي 40 بالذهبي وانه الباقي فضي او كروم، هل ما في عيوب؟ لا اكيد في عيوب حذكرها، ولكن اترك لكم اياهم بفقره منفصله، يعني يكون مثل ما بنذكر ايجابيات ما شاء الله كثيره، ايضا في بعض التعليقات ورايي بالسياره حيكون بفقره منفصله. بسم الله. زر التشغيل طبعا موجود بهذا المكان، زر جميل جدا، ايضا شبيه بزر التشغيل موجود بسيارات مرسيدس. مو بس الزر شبيه بسيارات مرسيدس، حتى انظمه فتحات التكييف ايضا شبيهه مع وجود هذا المقبض اللي شفناه بالجيب، شفناه بالجي كلاس والعديد من السيارات ايضا. طبعا مكيف السياره ما شاء الله بارد جدا، ما عندكم فيه اي مشاكل، ممتاز ممتاز ممتاز. وسياره ماشيه 15000، مو سياره زيرو عشان نحكي انه والله مكيف لسه جديد، فالسياره صراحه شادين عليها الجماعه، فالمكيف ما شاء الله ممتاز. طب شو السبب؟ من اي شركه؟ كومبريسر من شركه دينسو الغنيه عن التعريف، ايضا ياباني، فمكيف سياره ما عليه اي تعليق، ممتاز جدا. هل هون محاولين انه يقللوا عدد وانتشار الازرار عشان يخلوا في نظافه اكثر وترتيب اكثر بالكونسول او بالتابلو؟ فشو سووا؟ عندك هذا المكان، عندك زر التشغيل في النص، وفوقه في قرص بيحول وضعيات القياده. السياره بالعاده بتمشي على نظام الدفع الخلفي للعجلات، يعني سنجل ماشي نظام دفع خلفي، بتحول للدبل الخفيف الفور اتش، وفيك تحول ايضا للفور ال او الدبل الثقيل، كله من خلال هذا القرص. عندك هون وضعيه القياده على الثلوج، وعندك هون وضعيه الرياضيه، وعندك بالاسفل التحكم بالصوت. هذه القطعه بالاسفل التحكم بالمكيف بشكل عام، ايضا هذا عشان تحكم بقوه المراوح. وعندك هون الاسفل مساحه تخزين فاضيه، ما في شاحن لاسلكي، كنت اتمنى يكون في شاحن لاسلكي واستغلال هذه المساحه، خصوصا معظم السيارات صار فيه هذا الشيء. وايضا السياره لا يوجد فيها ابل كار بلاي، لا يوجد فيها اندرويد اوتو، ولكن فيها بلوتوث عادي. شاشه تعمل باللمس مقاس 10 انش، فيها خصائص عديده صراحه واضحه، ما فيها اي مشاكل بكل الاوقات، فشاشه جميله واستجابتها ايضا جميله. اللغات، في عندك لغه عربيه، تدخل ماي كار، تروح عندك على الفيكل سيتنجز، عندك انت موضوع الاضاءات، بس تسكر السياره متى بدك اياهم يفصلوا، حاطينك 8 ثواني ولا بدك 20 ثانيه ولا 45 ثانيه ولا تفصل هذه الخاصيه. اوكي، موضوع الاضاءه الداخليه الموجوده بالسياره، هل بدك اياها تكون وهجه قوي ولا متوسط ولا قليل، ولا تفصلها ما عندك مشاكل. وعلى فكره الفئه القياسيه للبريمير ما بيجي فيها اضاءات داخليه، هي من احد الخصائص نتكلم مثلا بشكل عام. وايضا الفئه القياسيه بيجي مقعد المرافق الجانبي تحكم يدوي، اما اللي معنا بيجي تحكم كهربائي. تمام. الانتي فريز، اوكي، هذول اشياء تاير بريشر، ما تاير بريشر انسوهم. الان بالنسبه للانظمه المساعده كحساسات، اوكي، صوت الحساسات بدك اياه خفيف ولا بدك اياه تفصله ولا بدك اياه عالي؟ انا صراحه بخليه خفيف. وبدك انت التحذيرات تكون صوتيه ولا مرئيه ولا شو؟ يا تختار صوتيه ومرئيه، او بتحتاج فقط مرئيه، اوكي. وعندك الكاميرا، عندك نورمال بهالطريقة او اوفر لوكينج او اي ريفيو. شوف شايفين كيف؟ يعني انت شو بدك تكون نورمال عادية؟ فيك دائما، يعني الفكرة بهذا السيتنجز ري ريفيو، بدك اول ما تحط انت ريفيرس اول كاميرا بتشتغل ايش؟ اي وضعية، يا بتكون نورمال يا اما بتكون الاوفر لوكينج او بتكون الاريال فيو، حتشوفوا شو قصدي. اوكي، خليها نورمال حاليا، فانا بالتالي اول ما احط ريفيرس الكاميرا حتشتغل، هي الكاميرا النورمال العاديه، ولكن في حال انا حبيت اشوف زوايا بالارض، اشوف اذا في صخر وراي ولا ايش، فيني اغير الزاويه. هي هي اللوكينج داون، وهي الايريال فيو اللي هي اقرب شيء للارض، مثل زوم، تشوف بالضبط تحت السياره ايش في. هيك شوي ابعد، يعني الزاويه اكبر، هون اكبر زاويه تشوف كل شيء وراك. مفتاح السيارة مثل ما بتشوفوا، فتح اغلاق، فتح الصندوق الخلفي والتحذير، وبصمة البايك موجودة بالخلف. وشوفوا فتحات المكيف نفس تصميم شعار البايك. حملات اكواب مع وجود الولاعة موجودة، نظام الجير بوكس، عندك انت فيه ديبترونيك ولكن ما في شيفتنج بادل. بعدين عندي هذه الاقراص، هي شورت كاتس للتحكم بالشاشة، وايضا فينا نتحكم بالشاشة منها خلال هذا القرص، ففي حال ما حبيت اتعامل باللمس فيك تعامل بالقرص وهذا الكوماند سيستم موجود هون.
عندك الهاند بريك الكتروني وعندك الاوتو هولد بيمسك الفرامل عند توقف لفترات قصيره، وعندك تدفئه مقاعد، للاسف ما في تبريد مقاعد. عجله قياده انيقه جدا، تحكم على اليمين بالصوت، تحكم على اليسار بالشاشات الامام السائق ومثبت السرعه العادي، ما في مثبت سرعه متفاعل باي فئه. الشاشة أمام السائق مقاس 12.3 أنش بهالطريقة، العدادات أيضا شبيهة بسيارات مرسيدس. لو بروح أنا بشوف، بدي أنا سيستم سيتينجز، بشوف المعلومات اللي بحتاجها مثل ما بتشوفوا أوف رود مود، بصير الشاشة بتعطيني معلومات اللي بتهمني كأوف رود، كحاليا الاتجاه والميلان السيارة، انت وين ماشي، باتجاه الشرق ولا غرب ولا غير ذلك، تعطيني ارتفاعك عن سطح البحر، بتعطيك انت كم كيلو قاطع، يعني كل المعلومات اللي بتهمك. وفيني اغير من المعلومات مثل ما بتشوفوا، صار فيه السياره الحاليه هي 15.8 لتر لكل 100 كيلو لانه متوقفه، فينا اشوف كم بيضل في البترول، كم بيمشيني البطاريه، حراره الجير حاليا 74، ففيها معلومات كثيره بتهمك انت. على فكرة أيضا شيء جميل بخليكم تشوفوا، خلينا نرجع ل set to city mode اللي هو الوضعية العادية. من أحد المعلومات الموجودة لو بروح على tire pressure، أيضا السيارة بس أمشي شوي حيعطيني حرارة الإطارات، يعني مو بس فقط بيعطيني ضغط الإطارات، شايفين في حرف سي بيعطيك حرارة الإطار، بس يمشي شوي بيقرأ. ولكن السيارة حاليا متوقفة وحاليا شغلناها. فعلى كل حال، في حال انا ما حبيت هذا التصميم تبع العدادات، لا هذا ولا تبع الفروت، شو اسوي؟ اروح على السيتنجز، اروح على الديسبلاي، اروح على الثيم، اضغط على ثيم 2، شوف شو حيصير. يعطيني هيك ثيم اكثر عصريه، ثيم شكله جميل وانيق. في حال رجعت على اوف رود، شو حيصير، كيف حيصير شكله؟ شوفوا كيف. ارتفاع وانخفاض الاضاءات الاماميه، وبعدين عندك انت زر اللي هو القرص تبع التحكم في المرايا، بالاسفل الزر مانع الانزلاق، وعندك زر المساعده على النزول من المنحدرات، عندك هون الجلد المطرز مع التابلو مع الطبلون، وعندك هون مثل بلاستيك قوي نوعا ما، بيجي بالوان ثانيه، اوكي. وعندك اخر شيء بتكلم عنه هذا الصندوق اللي حاطي لك عليه اون اوف. شو هذا؟ في عندك بالاعلى هون شيء مثل قطعه بلاستيك تزيحها يمين او يسار عشان تفتح او تسكر مدخل الهواء، فبتكون بديله عن الثلاجه، فبتحط انت المي والاغراض، امورك طيبه. فانا هون ما عندي ثلاجه، فقط مكان تخزين ولكن واسع جدا ما شاء الله، في مداخل يو اس بي بالداخل. هذا المحرك سعه 2.3 او 2.3 بقوه 250 حصان وعزم 350 نيوتن متر، مزود بتوربو بكل تاكيد، والجير اوتوماتيكي من 6 سرعات، والجير من الشركه اليابانيه ايزن. وبالنسبه لصرفيه الوقود، سعة خزان سيارة البايك البي جي 40 هو 70 لتر، وتمشيك بين 450 ل 470 كيلو، يعني على حسب دوستك. في نسخة ثانية، نسخة البابين بس، والله جميلة صراحة، تتوفر بمحرك مختلف وغير مختلف، محرك أصغر نوعا ما ولكن ركزوا بأرقامه. محرك 2000 سي سي توربو بقوة 220 حصان ولكن العزم 380 نيوتن متر مع جير 8 سرعات. طيب يا كريم، شو قصة هالمحرك؟ ليش المحرك كويس وما شاء الله شفنا عديد من الناس شروا السيارة وقطعوا فيها 80,000 و100,000 في خلال هالسنة أو سنتين المضوا؟ الفكرة أنه هذا المحرك مو جديد، والمحرك ليس صيني، هذا المحرك من الشركة السويدية ساب، بعد ما شركة بايك استحوذت على ساب، فبالتالي المحرك يعتبر ليس صيني. تعال نشوف كم حنجيب من 0 ل 100 بالسيارة. طيب سؤال، هل بقدر اسحب وراي شيء؟ نعم، تقدر تسحب لحد 4 طن بهذه السيارة اللي معانا. وزن سيارة يوصل معاك ل 1900 كيلو، يبدا معاك من 1800 على حسب الفئة، على حسب الحجم اللي معاك. طيب كريم، شو رأيك باستجابة السيارة كأربع سندر توربو؟ بكل صراحة على الوضعية العادية في لاج ملحوظ، بيفتح معك التوربو بعد ال 1600 1800 ار بي ام بيبدا يفتح معاك، ولكن على وضعية السبورت بكل صراحة اللاج اخف نوعا ما، وعلى وضعيات الدفع الرباعي اللاج يكاد يكون معدوم ولكن موجود بشكل خفيف بكل تاكيد. نتكلم انا عن طريقه الجلوس، السيطره على السياره، قياده السياره بشكل عام كقياده يوميه كراحه.
هلا بشكل عام نظام التعليق على السياره موجود او معمول يكون هيفي ديوتي او بيتحمل، فنوعا ما في جمود في قساوه نوعا ما، وهذا الشيء موجود بالرانجلر بالبرونكو بهي السيارات يعني المصندقه بنسميها، ولكن في راحه لا باس فيها، ولكن اكيد مو مريح جدا كسيارات صالون وسيدان واس يو في عاديه. عجله القياده التحكم فيها ممتاز جدا، التفاف السياره في المناطق الضيقه ممتاز بل اكثر من ممتاز بكل صراحه، موقع المقعد انا كاشف الطريق امامي، زوايا السياره والرؤيه فيها ممتازه جدا، حتى طريقه انه الجير قريب مني بهالطريقه مع المسند جميل جدا. سيارة بكل صراحة طلعت فيها أكثر من حد من العائلة من الأصدقاء، كل الناس قالوا والله حلوة السيارة جيب أوكي، فإنه حلوة من الداخل في ناس حكوا لك أحلى من الجيب، الموضوع مسألة ذوقية، ولكن صار وقت الآن نختبر السيارة في المكان الصح، فتعالوا مع بعض نروح البر نجرب السيارة ونختبرها اختبارات أمامكم، نشوف بكرة كيف حيكون الحر تمام، لأنه بكرة حجربها مو الآن، بعدين شوف تجربة البر ونرجع نختم مع بعض اليوم. نسافر عبر الزمن. ليش ما يجي؟ ما يجي. خلاص نختم بالبر. نختم بالبر. ما يجي؟ حاليا حندخل البر، هي أول مرة بجرب السيارة في البر، يعني قبل هذا التصوير أنا ما جربته أبدا. نزلنا ضغط الإطارات لل 20 PSI أو 1.3 بار. حرارة الإطارات حسب الشاشة 46 درجة والحرارة الخارجية 46 درجة. الساعة 5 تقريبا حرارة الإطارات 46. معانا سبورت كار، معانا سيارة نفسها البايك من شركة بايك أيضا، لأنه أنا أول ما أجيت بدخل البر صراحة متردد كنت بالموضوع أني سيارة ما بعرفها كيف أخاطر وأدخل فيها ولحانة في البر والحرارة 46. على كل حال نحط السيارة على الدبل الخفيف من خلال هذا القرص. أول ما حطيت الدبل الخفيف السيارة لحالة فصلت مانع الانزلاق أو التراكشن. بسم الله جاهز. حاليا المكيف شغال، اذا حسيت اني انا المكيف اخذ من قوه السياره بسكره، بس حاليا خلينا نجرب والمكيف شغال. ما حد عصمي بدايته، بدي اجرب امشي على الخفيف انه بالراحه السياره هلية بتعاني ولا لا. سسبنشن حلو، اي سسبنشن حلو رغم نسم 20، يعني في نسم اقل انا لسه. حاسس ان السياره ناعمه صراحه، السسبنشن ممتاز، وهذا السسبنشن ستوك السياره على نسخه للتشامبيون، بيجي السسبنشن مرفع اكثر بمقدار 1 انش زياده وبيكون فيها دفلوك، اما النسخه المعانا ما فيها دفلوك. خلينا نجرب على الخط كم سرعه السياره، نشوف طريق مستوي كيف الراحه اوب. عم نجرب حاليا ماشيين على الرمل، نحن سرعتنا 70، اصوات ديكورات ما في، فقط في شنط ما احنا معانا بالصندوق معدات التصوير يعني، ولكن بشكل عام ما شاء الله السيارة ناعمة. عمور كيف المقاعد الخلفية؟ يلا نجرب على الفورلو، بس ما شاء الله والله فيه الفورلو اللاج أخف، هذا اللي لاحظته بالسيارة أنا. وخلنا نتابع حرارة الجير، حرارة الجير إلى الآن 98 على الدعس، حرارة السيارة أمورها تمام، أنا ضاغط على ال، خلنا نجرب نتوقف وامشي، هل بحس ان السياره عم تعاني لتمشي على الرمل وممكن اغرز؟ ما بدوس بريك كثير، خلنا نشوف. اوكي توقف كامل، ارض مستويه، لا ما شاء الله ما غرز. اصلا هي تمشي لحالها اول ما شت، اي اول ما شت رجع البريك ده مشت ما شاء الله. طب الان السياره من 2 اتش بحول 4 اتش انا وماشي، بحول من السنجل للدبل، بتشبك ولا لا؟ شوف شبكت. طب بفصل، تفصل ولا لا؟ فصلت تمام، ولكن الفور اتش الفور لو لازم يكون متوقف. ملخص تجربتي للسيارة، السيارة ما شاء الله كإيجابيات، إيجابياتها سمعتوها خلال الحلقة، ولكن أيضا السيارة فيها بعض التعليقات، هل يمكن ما تكون سلبيات كبيرة يعني إنه والله عيب بالسيارة، ولكن ما في شيء، ما في عيوب أو تعليقات معينة، أنتوا عارفين تست درايف الأخير
ما في يوم مرحميني. فتعليقاتي على السيارة باختصار، أهم شيء وأكثر شيء أنا مثلاً حسيته لازم أخبركم إياه أو أعلق عليه هو موضوع إنه الجير ما بيحكر أو ما بيمسك الغيار. يعني أنا خصوصاً بالأفراد بحاجة أني أخلي السيارة أحياناً أطلع عزمها رافع 40 بشكل أكبر، فهذا التعليق الأكبر على السيارة. التعليق الثاني ضروري عن نظام الصوت. بكل صراحة نظام الصوت أنا بعتبره ضعيف جداً، مو من ناحية علو الصوت ولكن الصوت ما في سبوفر بالسيارة. والتعليق الثالث هو اللون الذهبي الموجود بالخلف مع لون الكروم، حسيته غير متناسق. السيارة ما فيها أبل كار بلاي، ما فيها أندرويد أوتو، ما فيها شاحن لاسلكي، أيضا من الأشياء البديهية اللي صارت عام 2022-2023. فاصل صغير وسامحوني على صوت التعبان. بكل صراحة بعد ما رجعت السيارة وخبرتهم بملاحظاتي للشركة، خبروني بأنه مفتاح السيارة بموديلات 2023 اتغير، نظام الصوت تم التعديل عليه، وأيضا تم إضافة أبل كار بلاي إلى نظام الشاشة الموجود بالسيارة. فبس حبيت أذكر هاي المعلومة عشان نكون منصفين وعادلين. أما التعليقات اللي كانت على السيارة فهي بموديلات 2022، والجماعة حبوا يطفوا هذا الموضوع وأنا بالتالي حبيت أوضح هذا الموضوع. إيجابيات السيارة كثيرة جدا، شاشاتها حلوة، معلومات اللي تطلع بالسيارة ممتازة جدا، شكل السيارة الخارجي فعلا مميز، الناس كلها بتسأل عنه وانطلبت مني كثير. جودة المواد المستخدمة بالداخل ممتازة جدا، جلود ما جلود، ما واجهنا مشاكل بحرارة الماكينة، حرارة الجير طلعت فقط للـ 101 احنا عم نختبر، ما طلعت أكثر من هيك، فنظام التبريد كويس. سألت أنا الشركة شو أكثر المشاكل اللي اجت عندكم كعيوب بالسيارة، مشاكل ميكانيكية ما اجت لهم، اجالهم مشاكل ماينر خفيفة، يعني مثلا زجاج خلفي مثلا يخرب المحرك تبع الزجاج ولكن غيروه خلاص، هذا الحكي أول ما نزلت 2020-2019. فما في عيوب كبيره من شركات، يعني من شركه حكونا ما اجانا حدا من زبائن عنده عيب كبير بالسياره. السياره صيانتها كل 10000 كيلو بتكلفك تقريبا 600 درهم اماراتي، والماينر هذا الماينر سيرفيس، اما الميجر سيرفيس يعني فوق ال 1500-1600-1700 درهم، حسب هذا بيكون على 50000 كيلو. ما حطول عليكم اكثر من هيك، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، اعطونا لايك للفيديو، واذا ما كنت مشترك اشترك اكيد بالقناه عشان تشوفوا كل الحلقات اول باول. ونحن شعارنا الدائم للعالميه، باسم العرب مع عرب جي تي، السلام عليكم.